طيب خلونا قبل ما نخش على الصحف كمان قالت ايه في المحترف، بعض الاخبار السريعه جدا منها طبعا على المستوى المحلي. حضراتكم عارفين ان الكاف الاتحاد الافريقي يمكن اعلن يعني تاجيل انطلاق بطوله الامم الافريقيه الى يناير 2024، وبالتالي طبعا الاتحاد المصري لكره القدم بعت طبعا يشوف مواعيد المباراه، مباراتي ملاوي اللي كانت المفروض هتنطلق في سبتمبر القادم مواعيدها الجديده ايه، لكن زي ما حضراتكم عارفين خلاص بطولة الأمم هتبقى في يناير 2024، رجعت تاني للموسم الشتوي. عارفين طبعا كمان ان مازال الاتحاد المصري لكرة القدم بيبحث عن المدير الفني لمنتخبنا القومي، ومازالت طبعا بعض الأسماء بتطرح بشكل أو بآخر، دراسة السيفيهات والسير الذاتية للمدربين. كل التوفيق كمان للكرة المصرية والاتحاد الكرة للاختيار الأنسب للمرحلة اللي جاية، مرحلة مهمة جدا جدا في تاريخ منتخبنا القومي.